الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المختصر المفيد، برنامجنا يتحدث عن القضايا الاجتماعية في المجتمع الموصلي والمجتمع العراقي عامة. محور حلقتنا لهذا اليوم هو دعم المشاريع الصغيرة من قبل الحكومة وإشراكها لفئة الخريجين والعاطلين عن العمل. حتى نتعرف أكثر على ضيوف حلقتنا هذا اليوم ومحور حلقتنا، تابعونا. اهلا بضيوفنا الاعزاء الدكتور بشار واستاذ عمر، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. نتعرف بحضراتكم بدايه بالدكتور بشار. دكتور بشار عبد العزيز الطالب، استاذ جامعي في جامعه الموصل في كليه علوم الحاسوب والرياضيات، ورئيس مؤسسه رياده وقياده للتنميه المستدامه. اهلا وسهلا بك دكتور. استاذ عمر. عمر السعرتي، مدير مؤسسه خلوه اجمل للتنميه والعمار. اهلا وسهلا بك. الله يسعدك. طبعا شرفتونا بالبرنامج وشكرا على تلبية الدعوة لبرنامج المختصر المفيد. محور حلقتنا هو محور مهم واحنا نأكد دائما عليه، هو ضرورة دعم المشاريع الصغيرة من قبل الحكومة من أجل أنه يشغل الخريجين والعاطلين عن العمل. السؤال موجه للدكتور، كل شاب يحلم أنه ينشئ مشروع خاص به حسب طموحه أو مجاله. طبعا كل واحد عنده طموح منذ الصغر، لماذا أغلب الشباب أحلامهم تكون صغيرة جدا، يعني ما عنده فتح لم يكون كبير؟ يعني شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا بالنسبة للسؤال هذا، الأمر متشعب لكون أنه هذا الشاب اللي عنده طموح وطموحه صغير من المعطيات. يعني هل تبنت الدولة الشباب؟ نعم. دائما شبابنا يبحثون عن التعيين، أول ما يتخرج الشاب إذا كان خريج جامعة أول شيء يطالب أن يتعين. ما عندنا الفكر اللي هي أنه الحياة مو كلها موظفين، أكو أعمال خاصة، أكو مهن حرة، أكو شركات. فلكون أنه إحنا هذا الجانب القطاع الخاص ما كلش معمم بالمجتمع بأنه يضمن أو يأمن مستقبل بسبب تراكمات سابقة. يعني جاء أوقات مثلا حصول خلل اقتصادي بالسوق، يحصل خسائر إلى آخره، فالشاب دائما يفكر افكار ويخاف يتجرأ، اما لنقص التأهيل او لعدم وجود جهات حكومية او محلية تتبنى المواهب. لان الشاب من يكون عنده مشروع يخاف من الخسارة. فلكن اذا كانت تحت ظل الدولة بحيث هي ترعاه، يعني الشاب مثلا اللي بداية حياته يجوز ما يعرف يعمل ميزانية، ما يعرف يحسب الربح والخسائر، ما يعرف يدرس بيئة العمل، ما يعرف شلون يتحاسب مع الشركاء، شلون يختار موقع العمل، فيقع في مطبات تخلي هو وأقرانه ما يتجرؤون عندنا في أن يعني يقدمون على القطاع الخاص في مشاريع صغيرة ممكن أن تتبناها جهات محلية حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو تجار إلى آخره. شكرا لك دكتور بشار. أستاذ عمر، هل الحكومة المحلية وضعت آلية أنه تشغل الشباب العاطلين عن العمل، يعني مثلاً بقروض أو فتح باب رزق بسيط يكون ممول من قبل الدولة؟ نعم طبعاً. شكراً لقناة الموصلية على الاستضافة الجميلة وعلى البرنامج الجميل. صراحة ما نشوف الحكومة المحلية مهتمة بهذا المجال. نعم. خصوصاً نحكي على مستوى الموصل. يعني الشباب مثل ما ذكر الدكتور انه بعد ما يتخرج يفكر في تعيين مباشره، والدليل على ذلك انه حاليا نتائج طلعت قبل فتره لمسارس اعدادي، طلع له هندسه، وهندسه من على الهندسات اللي يضوج منه ويقول لك ما يريد هندسه، مع الهندسه خلاص ليش؟ لانه يعرف انه مستقبل ما بيه تعيين، ولكن لو عنده طموح ورؤى مستقبليه انه هاي هندسه ممكن يفتح له شركه، ممكن يفتح له صحيح. مكتب خاص له، يبدع بشغله، يغنينه عن التعيين. وتعرفين شغل القطاع الخاص خصوصا اذا واحد مبتكر بينه ويجيب ان شاء الله جديده وموهوب بها يربح ويستفاد اكثر من شغل الحكومه، يعني من راتب الدوله. نعم. لكن هذا اللي هو الفكر. صراحه ما نشوف دعم حكومه لهذا الشباب خصوصا القطاع الخاص. اكثر اللي شفناه هو المنظمات اللي عملت في مدينه الموصل. على ما اذكر قبل سنتين كان اكو رابط المصارف تعاون مع البنك المركزي، دعوا عطوا قروض للشباب. نعم. على ما اظن في وقتها كان 5 ملايين،
ولكن بعدين يسدد ال100 يفتحون بها مشاريع. يعني هاي كان فقط اكو بالضبط فقط هاي اللي نعم. بالضبط ك يعني هي ربط المصارف، ولكن خلاله ما يعني غيره ما شفنا من المحافظه او من غير دائره انه دعموا الشباب في مشاريع قطاع خاص. طيب الخريجين طبعا الخريج من راح يتخرج راح يكون عنده افكار وعنده طموح، طيب اذا يقدر هذه يستثمره الى يعني الى الواقع او المشروع اللي يكون به راح يكون طبعا مشروع مبدع به، بس مع الاسف احنا نشوف واقعنا غير هذا الشيء. صح فاحنا نوجه رساله للشباب انه ما يعتمد على الحكومه المحليه، انه يقدر يبدع بمجاله، مثلا اذا كان مهندس يقدر يفتح له ولو مكتب صغير حتى انشاء مثلا البيوت او انشاء شركه، يعني مكان انه بنايات او عمارات. اكيد اكيد فعلا بالضبط. قلت لك انه اكو اشخاص يعني نعرفهم نحن فتحوا مكاتب وابدعوا بها وصاروا مبدعين بالموصل. نعم. ما اريد نجيب اسماء لان كثار لا يزعمهم البقيه، ولكن شفنا مكاتب جدا شغلهم مرتبين. نعم. وبهم يعني كنساء ورجال، يعني بالنساء يعني خريجات جدا. يعني اكثر شيء على شنو؟ بالضبط على الموهبه على بينه. خلاص اذا هو عنده راي خلاص يقول لك انا بس اريد اتخرج في سبيل القى وظيفه، وبعد 3 سنوات 4 سنوات ما يلقى وظيفه راح ينسى المعلومات اللي اخذها. نعم. ما يظل قيول بعد يشتغل ويدور وراء. شفتين مثل مهندس يشتغل بشغل مثل ما شغلته. صحيح. خلاص راح ينسى الافكار وينسى كل شغل اللي كان دراسه اللي كان درسه، وتروح غدا بعد غدا ما مستحيل راح يفكر انه فتح له مكتب مثلا، ما اللي يفتح مكتبه خلاص امكانيه يشتغل ممكن مكان مكتب. يشتغل مع كثير شفنا يعني مهندسين خريجين يعني بالتعاون مع مكاتب بالضبط يشتغلون مع مكاتب. هاي نحن عندنا هندسه وغير مجالات، يعني كل المجالات يشتغلون بها. خريج اداره اقتصاد اكثر الكليه اللي حاليا الطلبه يتوجهون لها. خريج اقتصاد خلاص يقول لك اي تعيين، زين ليش ما تفكر انت بيوم من الايام؟ اي يعرف واقع حالنا بمدينه الموصل ما فيها تعيينات. نعم. زحمه وقطاع الخاص صراحه الشغل ضعيف علينا، ولكن هو اذا قد مبدع بشغله عنده ابتكار يشتغل مع اي شركه حتى يكون راتب قليل يطور. صحيح. من نفسه وكذا بعد يشتغل مع شركه اقوى. لا هو لا يريد يفكر قبل يشتغل براتب مثلا كذا مبلغ اقل ما اشتغل، زين انت بعد ما اشتغلت ولا عندك سيفي اشتغل مع شركه بسيطه طور من نفسك قد يقدم على شركه ثانيه أكثر. بالضبط. شكرا على التوضيح استاذ عمر. ننتقل الى الدكتور. دكتور هناك من قدم الى قروض احنا وزاره العمل بدعم المشاريع الشبابيه، بس كانت منذ سنوات يمكن كثيره. واصبح الشباب الان يشعرون بالاحباط انه ماكو مثل هذه القروض متواجده الان على ارض الواقع. شكرا استاذ ياسمين. بصراحه يعني اكو قانون القروض المشاريع الصغيره للمشاريع التي تدور أرباح يمكن صدر سنة 2012. نعم. قبل فترة من باب يعني رعاية الشباب اللي بندربهم بمؤسسة ريادة حاولت أستفسر من أي دائرة من دوائر الدولة عندها دعم لمشاريع، فعلمت بالصدفة بأنه دائرة العمل والتدريب المهني اللي موجودة بحي الشرطة عندهم مشروع اسمه حاضنات الأعمال. نعم. اللي هو احتضان المشاريع الصغيرة. يجي الشاب يقدم على قرض، يقدم دراسة جدوى، يدخلوا لي مدة أسبوع 5 محاضرات كل محاضرة ساعتين 10 ساعات من التدريب، يلقيها عليهم مدير الدائرة وأحد مساعديه، يعلم الشاب كيف يقدم دراسة جدوى، كيف يحسب الأرباح والخسائر، كيف يختار بيئة العمل، الأمور المحاسبية، شلون يختار المشروع، شلون يكتب الفكرة. فلما قابلت مدير الدائرة عرفت بأنه هنالك قروض مقدارها 20 مليون دينار. نعم. يجي الشاب يقدم الطلب ومعه دراسة الجدوى، لما يوافقون على الفكرة يشترطون عليه أن تكون الفكرة تحتوي على ابتكار، يعني على سبيل المثال إذا كان مثلا مشتل جانب الابتكار منه مثلا يكون أنه السقي والرش والكهرباء على الطاقة الشمسية على سبيل المثال. فمن يكون الفكره بها ابتكار يوافقوا له. وعلمت من مدير الدائره ايضا بانه هنالك تعميمات جديده بانه القروض قد تصل الى 60 مليون وهو مبلغ محترم لشاب. طبعا حسب ما فهمت بانه غير خاضعه للفائده، ما بها فائده واقساطها مريحه. يوقع الشاب بعد الموافقه يدخل هاي الدوره اللي هي 5 ايام لكيف تؤسس مشروعك. يمنحوا القرض مباشرة المبلغ كاملا ويوقع تعهد حسب ما فهمت بأنه يبدأ مشروعه خلال شهرين. نعم.
فتقوم الدائرة التابع تسديد الأقساط، وحسب ما فهمت أنه مثل ما قلت أنه بدون فائدة وكذلك مدة زمنية جيدة، فعدهم شباب مقدمين لكن تحسين من الشارع بأنه مو هواية ناس يعرفون بوجود قروض فعلا في دائرة من دوائر الدولة. لكن فعلا تأكدت من هذا الأمر ورحت زرت الدائرة 3 مرات وتأكدت من أن هنالك دعما لمشاريع الشباب. فإذا من تكون الدولة متبنية الدعم وأكو جهة حكومية تدرب الشاب يمكن يعني نحل. يمكن أنا أو عمر من خلال المعلومة اللي تحدث عرفنا، بس الأغلبية ما يعرف الإعلام عندهم يبدو ما ينشرون. يعني أنا قلت لهم عندكم في المطويات بروشرات ممكن أسلمها للشباب حتى يقدمون، قالوا إحنا عندنا صفحة، ولما تدخلين الدائرة شوفين البوستر مال حاضنات الأعمال ويبدو الأمر ماشي، وأبلغوا بزيادة المبلغ أيضا. وأكو ناس مسجلين حسب ما فهمت، الناس اللي تعرف بالموضوع مسجلين وأكو مشاريع مقبولة والتمويل حاصل يعني. فهذه فرصة للشباب أن يعني يقبلوا إلى هذا النوع من التمويلات المدعومة حكوميا. دكتور طيب، إذا اتفقت الحكومة مثل ما تحدث أستاذ عمر قال إذا مع مثلا عندنا بين المصارف أيضا الحكومية أو الأهلية حتى يمنحون قروض للشباب العاطلين عن العمل، هل هذه تعتبر مشكلة؟ يعني ستي ياسمين بصراحة قروض المصارف تخضع للفائدة. نعم. وتعرفين الرادع الديني للموضوع، أنا الآن في جامعة الموصل في أغلب الأحيان تجينا عروض من مصارف أو غيره بأنه أكو قرض بكذا مليون دينار بنسبة فائدة قدرها كذا بالمئة، نتوقف الجميع ما حد يقدم عليها. لو تبنت الحكومة موضوع الفائدة واستلمت أنا مبلغ وأعدت نفس المبلغ يمكن الإقبال على القروض يكون كبير. يعني هل تعلمين ستي ياسمين أستاذ عمر أن الولايات المتحدة عندهم 24 مليون مشروع صغير تغطي حوالي 50% من فرص العمل في الولايات المتحدة بسبب أنه القروض ميسرة ما بيها تعقيد. نعم. إحنا بيها كفلاء وضمانات وتسديلات وتعقيدات بالإجراءات، فهم بدأوا بقروض بسيطة من يشوفون أكو بارقة أمل في المشروع المقدم من قبل الشاب يستمر تبنيهم. ففكرة حاضنات الأعمال على سبيل المثال هو أنه أدخل أنا ضمن حاضنة الأعمال، أقدم مشروعي، أكو لجنة تقيم هذا المشروع، إذا حصل على الموافقة ينطوني دفعات وأستمر. إذا ظل مشروعي يتطور ممكن يستمرون بالدعم. فتشوفين بدول العالم إحنا يسموها وادي السيليكون أو واحة التكنولوجيا. يعني أنا في دولة ماليزيا اشتغلت في التي بي أم سي اللي هي تكنولوجي بارك ماليزيا، اللي هي واحة التكنولوجيا الماليزية، كان بها جامعة أهلية كنت تدريسي فيها قبل أن أعود إلى العراق عام 2010. كانوا يتبنون مشاريع، تشوفين يأجرون مباني، المبنى تدخلين عليه هو مقسم إلى يعني بارتيشنات، أجي أنا أأجر جزء أدفع إيجار أستلم القرض، يساعدوني بالخبرات، يوفرون الأدوات المطلوبة، استشارات مجانية، يعني يتبنون المشروع تبني حقيقي. اللي حصل عندنا في مدينة الموصل على سبيل المثال بعد التحرير عام 2017 جت منظمات عملت دعمت المشاريع كثيرة، أعطوا للشباب خلايا نحل، أعطوهم مفقسات، بنوا أنشأوا غرف زجاجية للزراعة، بس ظلت المشاكل بيها. على سبيل المثال ما كان أكو متابعة ما بعد تسليم القرض، يعني المنظمة دون التسمية تعطي القرض لدكتور بشار ويخلص العقد مالها وتتركه، فظل أكو فجوة في عدم وجود متابعة. فأعطوا غرف زجاجية، وأنا رحت في إحدى الزيارات الميدانية لما كنت مدير المكتب الاستشاري الإحصائي بكلية علوم الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل، شفت الغرفة الزجاجية فارغة غير مزروعة. مشكلة ثانية المناشئ اللي جابوا منها البذور النباتات مثلا كانت فاسدة البذور. أعطوا مفقسات ممتازة للشباب، قالوا يابا هذه مفقسة انتج للدواجن وبيع، انطوهم معها جهاز اليو بي اس اللي يحفظ الكهرباء، تعرفين احنا مشكله بالكهرباء جهاز غير جيد يطفي اليو بي اس بعد فتره قصيره، نوعيه رديئه. فاذا
اكو خلل حتى في تبني المشاريع، لازم تكون بروسيس متكامله. اكو جمعيات في الموصل، يعني هسه احنا في مؤسسه قياده كملنا الدوره في انه الشاب اللي يدخل عندنا او الشابه يدرب على كيف يؤسس مشروعه اولا، يعني اكو عندنا محاضرات تنميه بشريه بالبدايه حتى يكون مؤهل، واثناء التدريب نجيب له افضل مدرب وافضل مشرف ومدير للتدريب وعدة تدريب كاملة. يعني مثلا دربنا شباب على أجهزة التبريد المنزلي، الثلاجة والمكيف، واشترينا أجهزة عاطلة فلشوها وركبوها وصلحوها. الممارسة العملية لما انتهت الدورات قبل شهر من الآن جمعنا الأوائل على كل الدورات، فضلا عن عدد الأوائل اللي عندهم مصالح شغالة جبناهم كل واحد، اجتمعنا سوينا اجتماع مجلس الإدارة، كل واحد يحكي وين وصل فكرته، اللي بدأ واللي ناوي يبدي. الفكرة اللي اقتنعنا بها مولناها. منو داعمنا؟ داعمنا مؤسسة في الولايات المتحدة يديرها أيضا موصلي، وائل فخر الخير ومؤسسة معافاة الموصل. هي تبرعات ناس من الموصل ومن العراق بالعموم وعرب ومسلمين تحول لنا، نستلمها ندرب بها الشباب ونمكنهم. طبعا التمكين مثلا تأسيسات كهربائية دبر عدة عمل كاملة، نجيب المدرب نقول له الشاب الذي يريد أن يبدأ اليوم في العمل كمؤسس كهربائي شين العدة الأساسية اللي يحتاجها اللي تخليه يشتغل بأريحية، يكتبنا قائمة وقائمة أسعار، نشيك الأسعار بالسوق. اشترينا عدد للعديد والعشرات من الشباب، من كملة الدورة قاموا يشتغلون. ليش؟ لأن أنا من أدربه واتركه، هذا ما عنده إمكانية يشتري عدة عمل ولا عنده خبرة في السوق، فأنا إيش أخليه تحت إشراف المشرف. عملنا جروبات على واتساب نخليهم دائما يا شباب كل من يتعرض إلى مشكلة في العمل، في أداء إتمام مشروعه، في عمله في المشروع، يسأل بالجروب والكل يجاوبه. فقدرنا ننجح نوعا ما في أنه بدأ يبين مجموعة من الشباب اللي بدوا يشتغلون فعلا. فالخلاصة أن دورة تبني المشروع وتمكين الشاب لازم تكتمل بأنه أنطيه فلوس وأتابعه وأعطيه المشورة مجانا حتى يوقف على حيله، وذاك الوقت هو يقدر يكمل المشروع. شكرا دكتور بشار على التوضيح. أستاذ عمر والدكتور بشار، ناخذ فاصل أول ونرجع. مشاهدينا الأعزاء فاصل وراجع. أعزائي رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل برنامجنا المختصر المفيد مع ضيوف الأعزاء أستاذ عمر دكتور بشار. دكتور بشار، كنت تتحدث لنا عن المشاريع وإيش خاصة بمؤسستكم. ننتقل إلى أستاذ عمر، يتحدث لنا عن المشاريع اللي أنتم عملتم بها خاصة بالنشاط المدني من خلال مؤسسة خلو أجمل. نعم، طبعاً مؤسسة خلو أجمل هي تشتغل على كثير مجالات، فمن موضوعنا على المشاريع الصغيرة فهنحكي على فقط المشاريع الصغيرة. نعم. بلشنا في أول دعم المشاريع الصغيرة بسنة 2018. نعم. بعد تحمل مباشرة بجانب الأيمن كان رأس الجادة، فتحنا أكثر من محل كان بشكل تطوعي بالدعم من الناس. الحمد لله إلى غاية الآن فتحنا أكثر من 200 مصدر رزق بدعم منظمات دولية ومنظمات محلية وناس متبرعين. خصوصا تشوفون هسه بشارع الايمن شعارين فاروق، شوفوا كل شعارات خلوه اجمل خلوه اجمل. هذول المحلات اصحاب المحلات هم وعنده محل قبل احداث، وعنده محل وعنده بضاعه ومحل كامل وشغال، لكن احداث انه خرب محله، اشتعل ولين انقصف فخسر هو وبالتالي. فهو هو عنده مؤهلات وعنده مثلا صاحب مهنه، هو مثلا ابو ستاير ابو المحلبيه اللي فتحناه، احد اقدم اللي عمل محلبية بجامع الكبير، أبو القهوة أحد أقدم محلات بيع القهوة بجانب الأيمن. هي أصحاب مهن أصلاً وعنده فكرة وعنده كامل، ولكن خسر محله. فخلال مؤسستنا رممنا المحل بشكل كامل، ديكور حسب ما اختاره هو، جهزناها بالبضاعة اللي هي مختاروها. كم محلك أنت قبل؟ جبنا له البضاعة وبلشوا بالعمل والحمد لله استعى يشتغلون. أكو كان بعض الناس صراحة
ما كان هو يعني خاص، هو ما عنده شيء، فجينا في دعم المحل ما عنده رؤيه، ما عنده تميز مثل ما ذاك الدكتور انه مثل يتميز مثل ما المشتل يتميز في فكره هو في باله معينه، خلاص مثلا انا ما عندي شغل عمل افتح لي اسواق، افتح له اسواق، جت فلوس راح صرفها مثلا اشتغل بيها شغله، وفى دينه بغير شغله، ما خلى المصدر رزق اللي يدوره بالمحل، خلاص من اكل من راس المال فخسر. فهذا بعد فتره جينا علينا ايش نحاول نحن ندعمه، يعني خلال المؤسسه هذول المحلات كلتهم نحن كل سنه واقل من سنه في خصوصا في رمضان عندنا مشروع نطلقه في رمضان هو تصفير الديون، يسعان اصحاب المحلات انه ايش تعرفون اشخاص كان اشتروا من عندكم بضائع نحن نوفي دينهم، فتعرف مبالغ كثيره فموفي دينهم، فنريد حتى في سبيل الهم موفي دين الشخص، وهم ابو المحل مالي نحن داعمينه يصير عنده فلوس تجيني فلوس ويستمر بها. كثير من المحلات استمرت لحد ما شاء الله طوروا من بعد فتره عليهم كان طوروا من شغلهم، والبقيه لا للاسف انه ياكل من راس المال ياكل من السماء، ونحن نحكي معاهم ما يصير هذا الشيء غلط، لا تاكل من راس المال، بالدليل الاخير انه فشل المحل يعني واكمل البقيه نجحوا يعني. باقي المشاريع عدا هاي المناطق اكو عندكم بالايسر ايضا لو اي بالضبط بالايسر نعم. ولكن صراحه كان صار تركيزنا على الايمن نعم. يعني من اشتغلنا في شارع الجامع الكبير عندنا صور مش بدايه الشارع كان شارع مبلط اناره ماكو ولا محل ما بي ولا محل ابدا بالشارع ما بس سوينا مثل اول 10 محلات بعدين 20 محل ب 30 محل بهاي الشارع وشدينا اناره كان في وقتها اناره من الشارع احتاج الشارع شو بعد تبلط الشارع ايضا جبنا عن خلالنا دعم للبوالي الكهرب نعم منظمه اليو اس ايد خلوا الاناره للمنطقه كلها شوف احتيت المنطقه نعم فبالايسر صح كان اكو دعم ولكن كان تركيزنا على الايمن لان هالمناطق كانت مدمره شبه كليا يعني. ايضا عندكم بالايمن مناطق اخرى؟ اشتغلنا بالضبط اشتغلنا نعم. يعني اكثر من منطقه ولكن كان تركيزنا على المنطقه القديمه بالضبط نعم. كانت ايضا اكو شباب طموحين خريجين كانوا مع اصحاب مهن قدرتم يعني انه تفتحوا لهم باب رزق؟ اكيد اكيد نعم كثير من نعم. الخريجين اصلا كانوا مفتحين مثلا كانوا مفتحين محلاتهم نعم. نحن بس رجعنا اقصد يعني اصحاب مهن يعني عندهم خبره بالضبط نعم. عندنا ايضا راس الجسر هذول نعم. اصحاب المهن والحرف الموصل القديم هذول منبع الحرف نعم. دعمنا السوق تقريبا كان 25 شخص من هذا السوق اللي هي من الحدادين الكواغين اصحاب المهن الحرفيه القديمه نعم. كثير منهم نسمع انه يعني بعد ما تشيكتوا عليهم انه راح يعزلون انت عارفين البضاعه المستورده من الخارج صحيح. تجي ارخص من هالسعر من الاسعار الموجوده عندنا ولكن البضاعه عندنا صراحه يكون جودتها افضل يعني الحداد السكيكين الجار ما اعرف شنو فهذه كلهم بضاعتهم افضل يعني ولكن راح يعزلون الناس ما عليهم اقبال ولا عندهم المعدات المؤهله اللي يشتغلون عليها ايضا كان بدعم برنامج تعافي اليو اس ايد جهزناها هذول المحلات بافضل المعدات والاجهزه اللي هي مختاروها هي خلص تكتب لنا قائمه شنو المواد اللي تحتاجها شنو اللي يطور من عملك انه مثلا انت تجي حاليا باليوم 10 سكين شنو الشغله اللي تحتاج المعدات اللي تخليك تنتج 20 سكين باليوم مثلا نعم فدعمناهم بالاجهزه والحمد لله شغلهم ماشي وكنا راجع كل فتره نرجع عليهم الشغل متطور الحمد لله وينتجون افضل من قبل. طبعا شكرا لكم وخاص شكر لمؤسسه خلو اجمل يعني طبعا غنيه عن التعريف. شكرا لك استاذ عمر. ننتقل الى الدكتور بشار رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اطلق مبادره رياده ايضا تقريبا على اسم مؤسستكم للتنمية والتشغيل المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب وتمكينهم حتى نشوف أيضا إبداعات طاقاتهم الإبداعية حتى ينون فرص العمل اللائقة في سوق العمل. فشوف هاي المبادرة هي هل هي كافية أنه تغطي الشباب الخريجين أو الشباب العاطلين عن عمل؟ نعم بصراحة هي مبادرة ممتازة يعني لما الدولة نعم. تتبنى مشاريع خارج نطاق الوظيفة نعم. هذا شيء ممتاز ولكن السؤال المطروح كم هو المبلغ الحد الأدنى والأقصى اللي ممكن الدولة تسلمه للشاب نعم. يعني أكو شاب طموح عنده أفكار تحتاج إلى مبلغ كبير مثلا نعم. هل ستموله الدولة بهذا المبلغ أم هل ستشارك في نصف المبلغ على سبيل المثال إذا الشاب قدم دراسة جدوى حقيقية ومنطقية وواعدة. فأنا عرفت من خلال طبعا قسم في جامعة
موصل دورات تدريبية بدأت للشباب. نعم. طبعا حول تأسيس المشاريع ودراسات الجدوى والحسابات وإلى آخره. عدم المتابعة خلت الشاب يستلم المبلغ مثل ما تفضل أستاذ عمر قد يصرفه يعني، ويصرف من رأس المال مثل ما تفضل. فيعني مؤسسة خلوها أجمل عندهم تجربة مبكرة في التعامل مع المدينة المنكوبة بعد ما طلعنا من الحرب. فربما مهمتهم كانت أصعب، لأنه كانوا يتعاملون مع شاب يجيبون من بين الأنقاض حتى يفتح محل ويبدأ يشتغل. فإذا الدولة تبنت مشاريع صغيرة راح يقل تقل المزاحمة على وظائف الدولة. يعني الشاب الآن لو فكر بمنطق، إحنا لازم من يكون عندنا أحلام نفكر بجدوى اقتصادية أيضا. أنا الآن شاب خريج هذه السنة، السنة القادمة حصلت تعيين، إيش قد راح ينطوني راتب مثلا 300,000 دينار، تصير 500,000، تصير 700، ترجع تصير مليون، وأخدم 25 سنة بالدولة، ربما الراتب يوصل مثلا 1,800,000، 1,500,000. بس إيش لو 25 سنة يعني كعمر؟ نعم. العمر فإذا لو حسبتها الأفكار تقل بالضبط. نعم. لو حسبتها اقتصاديا أنه أقول يابا أنا معدل راتبي طول حياتي هو 1,000,000 دينار، لا هو نص ولا 1,500,000، وكنت أنا مجتهد واقتصادي وأوفر وأوفر نصفها، يعني معناتها راح أوفر بالشهر الواحد 500,000 دينار، معناتها بالسنة راح أوفر 6 ملايين، بالعشر سنين 60، وبالعشرين 120، وبالخمسة وعشرين سنة 150 مليون، اللي الآن لا تجلب قطعة أرض جيدة مثلا. فلازم أفكر خارج الصندوق، كيف لي أن أفكر بمشروع من إبداعي بالنقطة اللي أنا أبدع بها، ربما بالتشارك مع آخرين. أحيانا أكو مثل يقول no one of us can be as better as all of us، لا يمكن لأي واحد مننا أن يكون أفضل مننا مجتمعين. بعض الأحيان شباب مميزين عندهم أفكار يجتمعون على فكرة واحدة يقووها وينموها وينجحون بها. فأظن أنه مشروع ريادة الحكومي بإمكانية الشراكة، يعني من أنا أقدم لوحدي ممكن ينطوني قرض لحد معين، لمن أتشارك مع مجموعة إذا يعطون قروض أعلى ممكن أن تقام مشاريع شوي أكبر، يعني رؤوس أموالها مثلا 20, 30, 40, 50 مليون. بهالحالة ممكن أن يكتب النجاح لبعض المشاريع إذا كان للشباب رؤية إمكانية لكتابة داخلين دورات تنمية. يعني ممكن الدولة الآن بالدورات اللي تسويها أهلت الشباب، يعني هي تفكروا لأنه شلون تخطط وشلون تكتب دراسة، شلون تكتب مشروعك، شلون تبدي، شلون تختار موقع العمل، شلون تحسب الربح والخسارة، شلون تخلي لك جزء من الوارد مثل ما قال أستاذ عمر حتى لا تخسر، لازم يكون عندك مدور. بهالحالة ينجح المشروع إذا اكتملت دائرة النجاح اللي هي التأهيل ثم التمكين بالمادة ثم المتابعة ثم الجدوى اللي هي الربح والخسارة والشراكات فيمكن يعني هذا سلسلة بصراحة مشروع واعد. يعني أنا فرحت كثيرا لما بادر معالي رئيس الوزراء بهذا المشروع. نعم، شكرا على التوضيح دكتور. أستاذ عمر، تعتقد أنه في حال دعم قطاع الشباب بهذه القروض اللي تحدث عنها الدكتور راح تخلق حركة اقتصادية؟ أكيد طبعاً، يعني اللي يقدم هو عنده فكرة. نعم. لإطلاقها في شيء، أكيد هو ما فكرة اعتيادية مثل ما يشتغل عليها الكل، يعني هو إذا قدم مشروع عادي مثل ما موجود فشيء أكيد راح يرفض، فلازم يبتكر فكرة، فهاي الابتكار راح يكون فشل مميزة. نعم. من راح يجي الشخص راح يفتح مع ما يوافقون عليه ويفتح محل شيء أكيد ويحتاج له أشخاص معانا يساعدونه، خصوصاً كانت فكرة جميلة واشتغل بعد فترة جزء حطور من شغله راح يحتاج عمال بعد أكثر، يحتاج موظفين معاً وكوادر، فشي أكيد راح كل شخص يجوز معاً فد 4-5 راح يشغلهم كانوا عاطلين على العمل، فشي أكيد راح تفرق نسبة البطالة بالموصل، تكون الحركة الاقتصادية أقوى أكيد طبعاً. أستاذ عمر، بعض من الشباب يعني إحنا نقول يتذمر من الشروط التعجيزية اللي يصعب أي شاب إنه يحقق، خاصة بإجراءات القرض مثلاً كفيل أو يحتاج لمثلاً مثل ما تحدث الدكتور،
لازم ايمتى تسديد الاقساط مواعيد التسديد نعم يعني يشوفوا يضوج من هذا الشيء. انا يعني صراحه اشوف هالشيء هذا ما بين اشكال يعني نعم. مستحيل من الدوله او شخص ينطي فلوس الثاني اذا ما اكو فد شيء ضمان يعني شنو الشيء لاحظ ما يرجع الدوله نقول الشروط هاي بالضبط تعجيزيه انه ضمان. انا اعتقد انه مساله الوقت تاخر هاي نعم كثير نسمع انه يتاخر المده ولكن يعني اول وتالي هسه تروح تشتري اي شركه بالموصل اقساط من اي شيء من شركات الاقساط تشتري من عندهم طخم تشتري من اي شيء شنو الضمان اللي تحت اديني فلوس فلازم ياخذ انه فد شيء خلينا نعتبر مثلا كومبيالا او بطاقه كارت مالتك او فد كفيل لازم هالشيء هذا شلون يضمن ان ترجع الفلوس؟ فهذا اول تالي حق الدوله انا ما اعتقد بها شيء يعني، ولكن اذا مساله الوقت اذا تتاخر فلا هاي يعني المفروض انه يكون استعجال بمساله الوقت فقط يعني. يعني الشرط الكفيل وهذا احنا نعتبر بالضبط لازم يعني. ست ياسمين اسمعي تعقيبا على كلام استاذ عمر، فعلا امر منطقي ان الدوله تاخذ ضمانات لانه فعلا اكو ناس اخذت قروض وراحت، يعني هو ياخذ قروض حتى ينشا مشروع زراعي يروح يشتري له سياره مثلا. نعم. هذه لازم تكون تحت رقابة يعني الدولة لازم تتابع أنه هذا القرض اللي يستلم ولكن إحنا نقول تسهيل الإجراءات قدر الإمكان لكن يجب أن يكون هنالك عقد بين مستلم القرض الشاب أو أي شخص والدولة حتى يلزموا ليش؟ لأنه الدائرة اللي تسلم الشاب القرض مطالبة من مراجعها أن تستلم الأقساط فإذا الشاب ما عنده التزام محكوم بالقانون في أن يسدد ما عليه من أقساط تنفلت الامور فبالتاكيد يجب ان يكون هنالك اليه قانونيه لمراقبه تسديد الاقساط وتسليم القرض الى اخره لكن نقول قدر الامكان تسهيل الاجراءات عدم التاخير يعني ان يكون القرض يغطي حاجه المشروع فعلا مو مثلا مشروع يحتاج 20 مليون نعطيه 5 ملايين ما راح يقدر يشتغل المشروع ولا راح يقدر يبدا به ولا راح يقدر يبدا به، تعرفين متطلبات ايجار اكيد وديكور اكيد، يعني اي محل الان لما نفتحه ايجاره وديكوره ربما ياكل مبلغ مش قليل يعني. صحيح. فلازم حتى يبدي يشتري العده حتى يشتغل يحتاج مبلغ ايضا غير قليل، فايضا الحكومه بالتاكيد درست شنو الحد الادنى للقرض اللي ممكن ان يعطى لشاب لاقامه مشروع ناجح. يعني انا اذا اريد افتح مكتب استنساخ سعر جهاز الاستنساخ ايش قد؟ وايجار المحل ايش قد؟ والاثاث ايش قد؟ والموظفين ايش قد راح نعطي رواتب؟ يطلع مبلغ مش قليل. طبعا. اذا لازم القرض يضاهي هذا الشيء. نعم. استاذ عمر والدكتور بشار ناخذ فاصل نرجع. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجعين. رجعنا لكم بعد الفاصل رجعنا نكمل ويا ضيوف الاعزاء استاذ عمر والدكتور بشار. دكتور بشار كنت تتحدث لنا عن موضوع القروض والكفيل واجراءات ايضا. اي بصراحه يعني اجراءات الالزام نعم الشاب بتسديد الاقساط مهمه، يعني مثلا علمت بانه الاقساط التي منحت لبعض الشباب نعم صار تلكؤ بالتسديد. ف يعني الدولة مجبرة في بعض الأحيان أن تطالب قانونا. فحصلت مشكلة على سبيل المثال بأنه ثلاث شباب مشتركين في مشروع واحد وماخذين قرض اللي هو كان سابقا 60 مليون قبل ما يصير 20. اثنين منهم يسددون الأقساط بمواعيدها وواحد لا يسدد الأقساط هم كل يعني ثلاثتهم نفس المشروع الدائرة احتارت إذا تقيم دعوة على المقصرين راح تقيم دعوة على المشروع يتضرر الملتزمون مع الغير ملتزم فقامت صارت لأنه القرض قال حولنا إلى أنه الشخص يشترك بقرض يخصه هو حتى نعم. إحنا لما نطالبه بالأقساط يسدد هو ما راح يتأثر ما يتأثرون الآخرين فهذه من المشاكل اللي وقعت في مسألة موضوع إقراض الشباب لإقامة مشاريع صغيرة نعم. يعني نعم. شكرا لك دكتور استاذ عمر احنا نشوف الكثير من الدول تشد على اهميه انه اشراك الشباب في انهاء يعني
انه توفر لهم مشاريع انهاء الفقر او ظاهره الفقر الموجوده. ماذا لو تم اطلاق مؤتمر قمه للشباب باستخدام مسابقات حالات دراسه التنميه كمنتدى للمناقشات و حتى تدرس النتائج الموجوده؟ احنا ما عندنا هذا الشيء طبعا صراحه. هاي المؤتمرات يعني بالضبط كمؤتمرات انا صراحه مرخت عقلي، لان يصير مؤتمر يصرف على المؤتمر كذا مبلغ ونقل لجيب من المحافظات او يعني بدون اي نتائج. بدون اي نتائج، نحن نريد نتائج فعليه. خلي لا يكون مؤتمر، خليه يكون دعم حقيقي للشباب. خلاص كل محافظه او نعتبر على مستوى الموصل هذا المكتب لتقديم المشاريع. بدون اي مؤتمر الناس راح تجي. فاذا المؤتمرات والمصاريف انا ما اعتقد لها فائده. اضافه نحن صراحه خلي الدوله توفر شركات او تجيب شركات قويه بالضبط استثمارات على الموصل. مقابل هالشركات راح يحتاجون من كل شيء، يعني يبدون من الصفر. الموصل تفتخر بهذا الشيء. اكيد نعتبر مجمع سكني، يعني ابسط مثال، نعتبر مجمع سكني الحين بني، يبدي من الصفر، راح يحتاج المهندسين، راح بعدين يحتاج الكهربائي، راح يحتاج اللباخ، ويحتاج الصباغ، كلهم يحتاجه، فاذا راح يشغل هذول كله. فنحتاج صراحه مشاريع ضخمه بالموصل، يعني حد ما عندنا خلينا نعتبر مشروع ضخم. نعم. مشاريع ضخمه بمستوى الموصل ما عندنا، عندنا مشاريع متوسطه فوق المتوسطه. نعم. نحتاج مشاريع ضخمه لشغل هذول العاطين عن العمل. اما يطلق مؤتمر وبعد مؤتمر ماكو شيء، صراحه ما اعتقد بها فائده. يعني ماكو اي جدوى من هذا بالضبط. طيب نرجع للدكتور، لان هذا اقتصاديون يقولون او يرون ان استمرار معاناه جيل الشباب من مشكله البطاله اصبحت الزام انه اشراك الشباب في جهود راميه الى تصدي حتى نخلص من البطاله. والله ست ياسمين، يمكن يعني البطالة والفقر هم شيء مختلفان، بس شيء مكمل الشيء. طبعا شيء مكمل الشيء. يعني هسه احنا عندنا في مؤسسة ريادة، تعريجا على السؤال، في الجانب الأيسر تعاملنا مع جمعية فعل الخيرات الدكتور سعد الله، وفي الجانب الأيمن في منطقة الفاروق يد العون للحدباء. رحنا عليهم، عرضنا مشروعنا اللي هو اسمه مهنتي، قلنا لهم يابا المتبرعون يقولون بانه هذول الشباب اللي احنا دندز لهم سلات غذائيه او دندفع اجور الدواء مالهم او تعليمهم، خلي ندربهم على العمل وهم يشتغلون ويتحولون الى منتجين. فطلبنا منهم، اعطيناهم اوراق استمارات عندهم، تعرفين جمعيه فعله الخيرات وجمعيه دعم الحدباء، مئات العوائل اللي من 2017 لحد اليوم يرعوهم برواتب شهرية أو سلات غذائية أو إجور دواء وعمليات مختلف الأمور. فرؤية المتبرع مشروع مهنتي قائمة على أنه من كل عائلة تحولت إلى اتكالية نختار شاب من العائلة ندربه على مهنة ونمكنه من العمل حتى هو يعيش ويعيش عائلته، فبالتالي هو ساهم في القضاء على البطالة وتحول من شخص اتكالي جالس في البيت ينتظر السلة الغذائية أو $100 أو أي مبلغ أو أي مساعدة أو أي دواء في أن هو يشتغل ويكون نفسه. فبالتأكيد ممكن للشباب أن يساهمون في القضاء على البطالة وبالتالي يقضون على الفقر. ليش؟ لأنه تحول بعد التدريب من فقير وعاطل عن العمل إلى منتج يعيش أهله. هذا الأمر إذا توسع وإذا الحكومة دعمت منظمات المجتمع المدني، يعني إحنا بعد 2017 مؤسسة خلوها أجمل، مؤسسة بيتنا، بيت تراث الموصل، يعني نقلوا صورة جميلة عن المدينة بصراحة نتباهى بها كلنا وبصمة واضحة. فمنظمات المجتمع المدني صارت مكملة لبعضها وصارت مكملة للدور الحكومي في اندماج القطاع. صار اكو تعاون، يعني صار تعاون مع الدوائر. يعني قبل يمكن الدوائر الحكوميه ماكو اي تعاون، قليل جدا. انا احكي قبل 2014، بس هسه لا، هسه احنا نشوف حتى بالمهرجانات او الفعاليات والمحافل عامه، نشوف انه من ضمن الحضور هم حتى يعرفون. نعم ست ياسمين، نوقع عاليات تعاون. يعني احنا اعداديه صناعه الموصل، مديرية تربية نينوى، دائرة العمل والتدريب المهني، الصناعة، يعني تفاعلنا معاهم لأن إحنا نحتاجهم وهم يحتاجونا. نحتاجهم بمدربيهم
وهم يحتاجون بقاعاتنا وخبراتنا. احنا يجينا التمويل، هم عندهم القدرات. نعم. من نتكامل ننجح في انقاذ الشباب وتاهيلهم ونقلهم من البطاله الى العمل والانتاج. نعم. شكرا لك دكتور بشار. استاذ عمر، ما هي الحلول المطلوبه حتى احنا نتخلص يعني من نشوف انه ما نشوف يعني الخريجين انه يلاقي له مثلا فرصه عمل، مثل ما قلت يعني فتح له مكتب صغير للمشاريع الصغيره، يعني هذا مقترح. اكو مقترحات ايضا؟ صح، مثل ما ذكرت قبل شويه، المشاريع الضخمه اللي مشاريع تجي استثماريه هاي اكبر فرصه. نعم. ايضا قبل فتره اكثر من منظمه اشتغلت على مشروع صراحه جدا جميل، يعني لو الدوله تشتغل وتكون على مستوى اكبر على مستوى العراق جدا رائع. نعم. انه مثالا هذه القاعه وهي الكوفي او اي محل جو مثل بالزهور راح يخصون بلاد التحرير، انه انت مثل هاي ابو الكوفي يجون على شخص، شنو انت رغبتك؟ وين مكان تشتغل؟ شنو جت تحب تشتغل؟ مثلا تشتغل محل البسه رجاليه؟ نعم. تعرف تبيع؟ تعرف عندك مؤهلات؟ ياخذوه يودوه يتفقون مع اصحاب المحلات الرجاليه. نعم. يقول لك نحن حندفع له راتبه لمده 6 شهور. 6 شهور راتبه علينا، هو يداوم داوم من يمك تحاسبه كل تفاصيلك يمه، هو خلاص هاي رغبته يشتغل 6 شهور. بعد 6 شهور انت شعته انت هذا الشخص ناجح وفادك بشغلك، ممكن تخليه خلاص. ما بعده ممكن خلاص نحن الفنت ما نجح على هالشيء هذا، خلاص مشروع عنها 6 شهور. فكثير كثير شفتوا اشتغلوا محلات بالزهور، بالمثنى، بالايمن. حلو. مطاعم. فكره ايضا. ايه تدخلي ما تعرفي من هو الشخص، ولكن كثير اشخاص بدايه التحرير بلشوا على هالمشروع هذا صراحه جدا رائع. يعني هذا تعلم مثلا دخل مثال دخل بكافتيريا، تعلم مثلا العصائر بسبيل المثال، هذا غالبا بعد انتهى 6 شهور ممكن يشتغل بغير مكان هو. اشتغل بمحلات الالبسه، اشتغل باي مهنه ثانيه. هذا بعد ما غدا اذا ما استمر بهاي المكان خلص هو صار عنده خبره مده 6 شهور، اكبر خبره تصير عنده مده 6 شهور. ممكن يشتغل بغير مكان هذا، فالدوله تاسس له بوحده بالضبط. اذا قد نجح او دبر تمويل مكان راح يفتح مشروع خاص له بهالشيء هذا. فنتمنى من الدوله ان تهتم بهكذا المشروع على مستوى العراق، يعني اذا اشتغل صار مشروع على مستوى العراق راح يقلل من نسبه البطاله الموجوده. طيب بخصوص احنا حاليا عصر التكنولوجيا، يقدر يستثمر مثلا ابداعاته او فد شيء يعني خبرات الموجوده والمهارات انه من خلال التكنولوجيا مثلا يعمل اساس لمشروع؟ اكيد كثير ناس يعني مثل ما نشوف المتاجر الموجوده الالكترونيه. كثير متاجر احنا. نعم. انا ادعم يعني شغله ثانيه كصفحاتنا، يعني ندعم هذول المشاريع الصغيره مثل صفحه السؤال المصلاويه، وعندنا كثير صفحات ندعم هذول الاشخاص. نعم. كثير نشوفهم صراحه ناجحين ويفتحوا مثل ما ذكر مشروع الريزن، هذول مال الاطباق مو اطباق. نعم. أو بالضبط الشموع اليدويه، كثير من الاعمال اليدويه تنعمل بالبيت وتنباع على الانترنت. عندك تصير الحفلات وما حفلات خطوبه خطوبه. لا لا هذول التوزيعات. التوزيعات تصير صراحه شغل جدا مرتب جدا جميل. اكو اكثر من بنت كان يشتغلون كيك مع المناسبات، دعمناها اكثر من مره كنشر واشتغلت صراحه. هو مثل ما نخشى كثير محلات البيع كيك بوجوني، ولكن لمسات غريبه اللي اضافت على لمسات الكيك صار جدا جميل. اشتغلت حاليا فتحت له محل. نعم. فحلو من الواحد يشع شخص انه عنده صفحه. نعم. على صفحة انترنت يرجع. وكثير صح كثير من المحلات، يعني ما اعتقد اكو ناس ما يستخدم الفيسبوك والانستغرام والمواقع التواصل لعرض منتجاتهم لبيع منتجاتهم. خلاص حتى يفتح هو يستخدم هالشيء هذا، والواكون مثل ما ذكرنا لو ما عنده اي مشروع يشتغل على الصفحات ومشتغلين صراحه. يعني كثير ناس يشعم شغلهم جدا جميل. فيقول الشخص انا ما عندي امكانيه انه افتح لي محل يغلو 5 ملايين او 10 ملايين. نعم. يقدر ممكن بالضبط من خلال يعمل له صفحه على الصديق ويمون عليه او ينشروا مره مرتين وثلاثه وحين المشروع يشتغل. نعم. طبعا هاي فكره ايضا حلوه، واحنا هسه حاليا نشوف على ارض الواقع انه نشوف كثير من الشباب والشابات بهذه المشاريع الرائعه. ننتقل الى الدكتور. دكتور برايك ايضا عدد الحلول اللي طرحها استاذ عمر، اكو حلول ثانيه ايضا؟ والله هي ست ياسمين يعني يجوز ننتقل الى الشباب اللي عطينا على العمل هم اصناف. نعم. يعني اكو تاهيلهم عالي اللي تفضل بيه استاذ عمر على سبيل المثال، الشاب او الشابه اللي تصنع مصنوعات في المنزل وتسوي لها بيج في انستغرام وفي فيسبوك وتعرض تسوي دعايه
وتعمل ديليفري يعني لمن يطلب. نعم. اكو شباب عندهم قدرات برمجيه في استخدام الحاسوب والانترنت، حتى انا التقيت بشباب يشتغلون في البورصه العالميه، يعني يبيع ويشتري اسهم. نعم. بامكانه. ما عدا هذا اكو امر خارج حدود الدوله اللي هو العمل عن طريق الانترنت. يعني الشاب اللي خريج هندسه حاسبات على سبيل المثال وعنده تاهيل في البرمجه عالي، ممكن ان يقدم على العمل في شركه كبرى ويشتغل من مكانه دون الحاجه الى السفر. لا. لانه العمل البرمجي يتطلب حاسوب وخط انترنت وخلاص. فاكو شباب اشتغلوا على انظمه المصارف، واكو شباب انتظروا على البورصه اشتغلوا. يعني نظام الحاسوبي يعطى ليصلحوه مقابل اجور. صحيح. وهو جالس ببيته تجي حواله مصرفيه ويستلم فلوس. هذا ايش راح يفيد هذول الشباب العاطلين؟ ما راح يزاحمهم. ليش؟ لانه هو اولا بده يجيب عمله صعبه للبلد، ثانيا هو كافي نفسه، ثالثا تفاعل مع الاقتصاد العالمي. فتأهيل الشباب هم بمستويات، اكو تأهيلهم عالي واكو متوسط واكو خريجي، يعني ما خريجين مثلا، ممكن الاعمال البسيطه. فيعني بالتاكيد انه اكو افكار كثيره في انه الشباب ينتقلون من عاطلين الى منتجين. شكرا لك دكتور بشار. استاذ عمر، قبل ما نختم برنامجنا المختصر المفيد، احب اسمع منكم كلمه او رساله تحبون توجهوها. استاذ عمر. نعم، طبعا رساله لكل مثل ما موضوعنا على البطاله وعلى الخريجين، رساله لكل الخريجين. نعم. انه لا خلاص خرجت تأيس، بالعكس هاي نقطه البدايه. خلاص انت جمعت معلومات خلال هالسنوات، هاي نقطه بدايتك، تجي على المشروع على رغبتك اللي انت تحبه، راح تلقي فرص كبيره تفتح امامك. بس خلاص اذا انت قاعد وما تفكر بشيء مستحيل راح تغلق كل الابواب قدامك. فهي رساله لهم انه استمروا ولا تقولوا خلاص انتهت الحياه او انتهت الفرص، انه هاي نقطه خلاص انتهينا بعد ما اكو. لا بالعكس، ان هاي التخرج او خلصت دراسه هاي نقطه البدايه لهم. شكرا لك استاذ عمر. دكتور بشار. بصراحه نصيحتي للشباب انه تطوير الذات لازم يستمر. يعني الشاب الخريج اللي تفضل بالاستاذ عمر لازم ما يتوقف عن التدريب حتى يكون عنده تأهيل عالي حتى يحصل فرصة أفضل. نعم. يعني أنا لما يكون حلمي كبير لازم أسأل نفسي السؤال التالي: ما هو المطلوب مني لأحقق هذا الحلم؟ فأنا إذا أريد أشتغل بشركة برمجة متقدمة لازم أتدرب على البرامج التي مطلوبة عالميا في الوقت الحالي. فتأهيلي إذا استمر، من راح يجيني الشاب أنا كمؤسسة الآن ويقول لي أريد أشتغل عندك مثلا، أنا راح أقرأ السي في. نعم. السي في كم دورة تدريبية حاضر، بيش طور نفسه، بيش تقدم، طور مهاراته، فيصير مفاضلة. صحيح. يجون يقدمون خمسة، أختار واحد صاحب أعلى تأهيل اللي تعبان على نفسه ومثابر ومطور نفسه ويعرف عليش يتدرب، لأنه كان رسم حلمه واشتغل على هذا الحلم. ما يبدي من الصفر يتصور بأن الحلم، مثل ما تفضل أستاذ عمر في إجاباته لأحد الأسئلة، يريد يقول من البداية يستلم راتب كلش عالي. صحيح. فأنا كنت في ماليزيا في إحدى المحاضرات، المحاضر قال لنا في إطار بحثك عن عمل جيد اقبل بالفرصة الأولى، وفي اليوم الأول في دوامك في تلك الفرصة ابحث عن الأفضل. فيعني درجة درجة ممكن يتطورون الشباب إن شاء الله، والتوفيق للجميع. شكرا لك. شكرا لك دكتور، شكرا للاستاذ عمر، اتمنى لكم ان شاء الله الموفقين والنجاح. شكرا دائم. شكرا جزيلا. شكرا مره ثانيه على تلبيه الدعوه للبرنامج المختصر المفيد. اهلا وسهلا. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا الى ختام برنامجنا المختصر المفيد، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل والى اللقاء.